ايه يا عمرو؟ ايه يا عمرو؟ ايه يا عمرو؟ انت فين من الصبح؟ عايزين نصطلح؟ حوار مع عالم سياسة كبير وهو من الذين عادوا إلى بلدهم، صديقنا العزيز أستاذ الدكتور عمرو حمزة. أهلا بك دكتور عمرو. إيه استنى يا عمرو، استنى براحة، عشان أنت بتصارب عليه يا عمرو. أكاديمي وسياسي مصري بزغ نجمه كثيرا إبان ثورة يناير من عام 2011. أسس حزبا سياسيا كما انتخب عضوا في البرلمان المصري عقب الثورة. في يوم 3/7 مساء سئلت عن رأيي فيما حدث، فقلت إن ما حدث لا يمكن أن يوصف إلا بكونه انقلابا عسكريا. عرض جماعة الإخوان المسلمين عندما تولت السلطة في مصر الرخو عمرو حمزاوي شغال في معهد كارنيجي للسلام. انتوا مالكم سخنتوا على بعض كده ليه؟ احنا جايين اجازه بنمرح يعني. ها قال الدكتور عمرو، ربنا يخليك يا ضياء، ربنا يخليك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبي، شكرا جزيلا على المقدمه الجميله. أنا سعيد بالمشاركة وتشرفني المشاركة في الحوار الوطني عشان نشوف إزاي ممكن يوظف الحوار الوطني لهندسة لحظة من الانفتاح السياسي ولحظة من التعدد في الآراء مطلوبة في مصر. كان ليس من الإنصاف على الإطلاق أن يتحدث باسم الثورة من ينتهك ويناقض يوميا كل الأهداف التي قامت من أجلها ثورة يناير يا يسري. يا باشا أنا باشا بحشيش ومن أجود الأنواع، ودوق بنفسك يا باشا لو مش مصدق. تحول مصر لدولة قوية، للجمهورية الجديدة اللي احنا عايزينها، تنموية وعايزينها عادلة وعايزينها تقبل الرأي والرأي الآخر وتتسع للجميع. كنت هتفتح لي ايه؟ طهارة يلا على سلسلتك. انا دكتور يا فندم. دكتور على نفسك، برا يا كلب. الحوار الوطني أداة رئيسية لإدارة هذا التحول ولهندسة انفتاح سياسي. مصر على مستوى الحريات العامة، على مستوى دولة القانون، في وضع أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل الثورة، أي قبل عام 2011. مصر تنتهك بها الحريات العامة وحقوق الإنسان يوميا بصورة ترعاها السلطة الحاكمة. لسه قدامنا في الحوار الوطني ده دكتور مصطفى كلام كتير، وهنستنى وهنسمع وهنكلم أحبابنا في كل من اللي بيطرحوه. هو عمرو حمزاوي هذا ال شيل يا عم الصوره، ده الناس دي بترفع الضغط. ربنا يصبرك، تلاقي صدمه عمرك دي. هو جاي معانا ولا ايه؟ جاي معانا. ارجوكم ما تسمعوش اللي اتقال، ما يعني قولت هو غير صحيح. صحيح. انا مصري، اختلفت في بعض التوجهات السياسيه، ده حقك على فكره. بالظبط، ولكن فانا بطبطب على كله. انا الاقي يعني زملاء، انت لسه بتتكلموا في 25 و30 تاني، لسه تاني انت بتدور على مشكله ولا ايه؟ طب ركز كده شهيق نهيق. احنا دلوقتي الحوار مجلس الامناء استقر على انه لا مشاركه لفئتين من الناس. الفئه الاولى من مارس او شارك او حرض او دعا الى ممارسه العنف واساله الدم بدون استثناء مع ايه؟ استثناء واحد، وفي مقدمتهم كيان اسمه الاخوان. مساله كل التفاصيل حضرتك انت رايح في السكه دي، ومساله نزع الوطنيه عن الاخوان، ان انا اوصل ان انا اقول لك ان هم مش مصريين، ما هو ده جنان. مش مصريين ازاي يعني؟ هل ده اختراع مصري؟ لا، هو اي طرف، جماعه او مجموعه او حركه او منظمه، بغض النظر عن المسميات، تورط في ممارسه العنف باي صيغه من الصيغ لا مكان له في حوار تديره جماعه وطنيه. ركز عشان ما تروحش هضبه. خلينا لسه تفضل اعتصام. تمام. انا قلت باختصار انك مع فضل اعتصام لكن لديك تحفظات. حبيبي. الامر الثاني انه اللي مش موافق على دستور البلاد 2014 هو مش على قاعده الشرعيه. مش ممكن انا وانت نقعد نتكلم مع بعض لو انا غير معترف بشرعيه دستور 2014. تحدثت بصوره واضحه عن انني لا ارى لا معركه انتخابيه ولا معركه سياسيه في الانتخابات، وانا غير مستعد لان اروج للوهم، لان اشارك في الترويج للوهم. بالمناسبه، هل انا في بدايه، وانا في البدايه خالص لما جيت اتكلمت معاكم قلت لكم اوهام؟ طيب يا سيدي شكرا كفايه. هو عمرو حمزاوي مش فاهم، عمرو حمزاوي رجل لا يفهم ولا يرى ابعد من تحت اقدامه. من يدير امر البلاد هو المكون العسكري الامن، المؤسسه العسكريه والاجهزه الامنيه، شكلا في يد الرئيس الذي له الى الان اختصاص تشريعي الى ان ينتخب رئيس جمهوريه ثم الى ان ينتخب البرلمان، لكن النتائج تكاد تكون شبه معلومه. انا ماشي يا عمو. لا، والجمهورية الجديدة هي جمهورية قوية، بمعنى أنها بتعيد مصر للإقليم وللعالم، وفي شواهد كثيرة على استعادة العافية المصرية
دور وزارة الخارجية الدبلوماسي في المنطقة. أمامنا الصورة الحالية فيها باللون الأحمر هذا هو المتبقي من سد النهضة. لو احنا فكرنا مثلا أو فرضنا أن في مليار متر مكعب بس نقص من المياه اللي بتيجي مصر، ده معناه أن في 200 ألف أسرة أو 200 ألف فدان هيبقوا ما فيهمش مورد مياه. العافي حدش ياكل لقمته. نشكر الصديق العزيز الأستاذ الدكتور عمرو الحمزاوي على تشريفك لي. شكرا يا ربنا، شكرا جزيلا. خمسة بالحب.